هوية بريس. راه سبحان الله، راه كل الظروف ديالو ما يمكنش انا غنخرج انايا الزنقه بوليده دور بعشر شكوك وما كنتش محتاجه. شكوى اللي خالقني ربي، ما رزقني ترزق لي رزقي، انا حامد الله وشاكره. انا كنطلب غير شي الناس يتعاونوا معايا غير على ولد راجلي يتشافى. بغيت انا غير ولد الناس يتشافى، بيت انا وليداته يشوفوا صحيح وكيدخل وكيخرج. قال لي بان راه داك الغوش الغشاء ديال الريه ديالو تحجر. تصور انا كنوقف في السطوب كنلقى الدريمات باش نوكل وليداتي، كيجيو البوليس كيكرفصوني كيهزوني انا ولدي كيديوني للكوميساريه، كيبقاو يحقوا معايا بحال شي مجرمه. انا غير يتيمه، ما عندي لا ام لا اب، عندي الله سبحانه وتعالى اللي ولداتني رماتني واللي رباوني ماتوا الله يرحمهم. هاد السيد دار فيا خير ملي وشوش مرات ملي جيت كنعيط عليه في الزنقه وما جاوبنيش وملي سد عليا وكان غادي ينتحر. سميتي نجوى وعندي الزوج ديالي مريض، ما خصوش يقطع بصفه نهائيه الدواء. عنده واحد العصبه هنا في العنق ديالو، الا شرب الا ما شربش الدواء كيسخف كيعواش كامل، وعنده واحد الميكروب حاد في الصدر. هذاك الميكروب يعني تحجرات ليه الريه ديالو، عطاوني السكانر وما عنديش باش نديرو ليه. وانا حاليا الزوج ديالي مريض ما خدامش، يعني بعض المرات راه الطواليت ما كيقدرش ينوض ليها، ملي كيتزير ملي كيشدوا هذاك داك الالم حتى الطواليت حاشاكم ما كيقدرش يمشي ليها. دابا ملي تزوج به كان مريض، عنده داك المرض ديال العنق ديالو هذا، ولكن كان كيخدم وهذا الحمد لله. ولكن مؤخرا تزير وتزاد عليه هذا المرض ديال الريه، ودابا راه عامين وهو على هذا الحال. عامين هو ما كيخدمش ومريض وجالس زعما في الدار. وعندي جوج وليدات، يعني قال لي خصك ديري لي سكانر باش نعرفوا شنو هو السبب انه هو عنده الماء. كنت كنحيد ليه الماء من الريه، كنحيد ليه الماء من الريه. ملي اخر مره بغى باش يحيدوا ليه الماء لقاو ان ما بغاش الماء كيبان في الراديو، وباش يجبدوه بديك السورنج ما بغاش يتجبد ليهم. قال لي بان راه داك الغشاء ديال الريه ديالو تحجر، وضروري خصو يدير واحد السكانير باش نعرفو شنو السبب. لا ما درتوش، ما عنديش الراميد وما عنديش الامكانيات، ما عنديش الفلوس. دابا راه من شهر 12 من قبل من يلاه بدات كورونا صافي، ما لقيتش المعيشه ديالي، ما عندي ما نخبي، ولله الحمد. انا كنمشي نجلس في باب الجامع باش نوكل وليداتي. حاليا حتى داك باب الجامع ومع هذا المرض سدوه، كنمشي للسطوب كنوقف في السطوب انا وولدي. اللي كيشوف فيك شوفه ناقصه، اللي كيطلع عليك الزاج، اللي كيقول لك واش هذا ولدك ولا ماشي ولدك. مول الكره ما رحمنيش، سالني 6 شهور ديال الكره، غير جاري اللي لتحت وصل لي مع واحد الناس خلصوا لي شهرين، وهو دابا كيتسني 4 شهور. قال لي يعني ما باغي الفلوس ديالو ديال الكره. انا غير كاريه بيت فوق السطاح، بيت وكويزينه فوق السطاح. انا وليداتي، عندي جوج وليدات، بنيه عندها عامين قل شهر، وليد عنده 4 شهور. كان حالته من غير هو انه مريض، راه حالته النفسيه راه مدمره. انا بعض المرات كنجي كنلقى حتى الهضره ما كيقدرش يهضر، كنقول ليه مالك، يقول لي ما ماليش غير خليني. ود الناس يفرجها علينا ربي، يعني حتى بعض المرات الهضره ما كيقدرش يهضر. يعني حالته هو ازم نفسيا من ناحيه المرض ديالو، بانه كيشوف انه عنده جوج وليدات وما عندوش جد. وديك ما نكتبش واحد المره راه جاتو الفكره ديال الانتحار، حاول الانتحار كاع. قال لي انا وليداتي انا ماشي تجوجت بك باش تخرجي هذا. انا كيقول مسكين انا كون عندي صحتي، كون عندي الصحه وعندي جهد الحجر نهزو. تصور انا كنوقف في السطوب كنلقى الدريمات باش نوكل وليداتي، كيجيو البوليس كيكرفصوني كيهزوني انا ولدي كيديوني للكوميساريه، كيبقاو يحقوا معايا بحال شي مجرمه. انا غير يتيمه، ما عندي لا ام لا اب، عندي الله سبحانه وتعالى اللي ولداتني رماتني واللي رباوني ماتوا الله يرحمهم. هاد السيد دار فيا خير، تزوج بيا مكان بخير، كان خدام وممكن يشرب لي الحمد لله والشكر لله. قدر الله ما شاء فعل، المرض ميمكنش نسمح فيه، ميمكنش نسمح في وليداتي. انا نتقاتل على وليداتي باللي قسم الله. الحمد لله ماشي كنشكي، شكوى اللي خالقني ربي، ما رزقني ترزق لي رزقي، انا حامد الله وشاكره. انا كنطلب غير
شي الناس يتعاونوا معايا غير على ولد راجلي يتشافه، بغيت انا غير ولد الناس يتشافه بيت انا وليداتو يشوفوه صحيح وكيدخل وكيخرج. انا بعض المرات كنكون غير خارجه مسخره كنبغي غير يهز ليا غير البنيه من الدروج مسكين كيهبط وكيطلع كينهجك ما كيقدرش. واحد النهار جيت كنعيط كيحبوا عليا يدي ورجلي باش يروح لي الساروت باش نطلع، ما كنعرف حد الحمد لله. مره واحد الناس جاو عندي شافوا الحاله ديالي خداو الوريقات ديال السكانر ديال الدوايات وما بقاوش جاوبوني. انا كنسكن حاليا في دوار الشيخ مفضل سلا ورا صعيب الفقر قلت الشيء كيشوف انسان ولادو قدامو ما لقيش الجهد ليه ما لقيش الجهد لراسو يعني تصور انا الكرا وكل شيء يعني مجتمع ما كيرحمش المجتمع ديالنا ما كيرحمش ولله الحمد. كاين اللي كيتعاطف معاك كيعطيك ديك الدرهم وهو كيضحك في وجهك، كاين اللي كيطلع عليك الزاج بحال شي ميكرو بحال شي ما نعرف شنو جاي لعندو. يعني كندي معايا الصغيور والبنيته الاخرى كتبقى مع باها كتبقى في الدار كيدير لها الرسوم وكيبقى مسكين معفر معاه داكشي اللي قدر عليه. عجنت الخبز اللي قديت عليه عجنت الخبز وخرجته باش نبيعو ما تباعش ليا، تباعو ليا 4 الخبزات 5 الخبزات في النهار. واش 4 الخبزات ولا 5 الخبزات هما اللي غيوكلوني؟ انا خاصني الدواء من 15 يوم 15 يوم، خاصني الحليب لولادي خاصني ليكوش خاصني من ناكل انا والزوج ديالي خاصني الكرا خاصني الماء والضو ولله الحمد. حنا كاريه 21000 ريال بيت وكوزينه فوق السطاح، الشتا والبرد فيا الحمد لله. جات الشتا كتدخل علينا كنولي هازه الفراش ونكرط، جات الشمس حنا كتشوفها انت كتشوف السخونيه كيفاش ولله الحمد. انا يا ساكنه هنا لان هاد يعني تسكن مكالميه بالنسبه لي وانا ما كيقدرش على الصداع. هاد الدراري اللي كانوا كيغوتو كيولي مسكين شاد براسو كيقول لي عافاك سكتيهم عافاك سكتيهم. بعض المرات التلفاز كيحيد لها الصوت كيولي غير مكمش وبغي غير بغي غير الثقيل ما كيقدرش غير داك الالم اللي في الراس ديالو، يعني ديك العصبه داك الشيء اللي عنده ولا في عنقه كيعطيه الالم في الراس ديالو وكيتزير على عنقه لان درجه انه كيكون ناعس وكيكرط السنان ديالو. انا كنحضيه كنشوفه بلي كنطلع عليه كنلقاه كيكرط السنان ديالو مع الصباح ملي كيفيق خصو شي 5 دقائق ولا 10 دقائق عاد كيخرج الهضره. يعني ما ولله الحمد الحمد لله. كنتمنى بالله سبحانه وتعالى يكون راضي علينا، هادي اول حاجه. وكنتمنى من الناس يعاونوني للزوج ديالي يتشافى باش بغيت باش نعيش وليداتي، وهذا الشيء اللي كنتمنى الحمد لله شكرا لله. كان ناشد جلاله الملك يشوف من حنان حتى داك الدعم اللي عطانا سيدنا ما وصلنيش صيفطته ما وصلنيش ما استفدتش انت داك الدعم اللي عطانا سيدنا ما استفدتش. كناشد جلاله الملك ووزاره الصحه والمحسنين يشوفوا فيا وشوفت الرحمه لا اله الا الله محمد رسول الله. انا جدي فوق جدي دايره على قبل وليداتي. انا كنشوف فيه كيتقطع انا كنتقطع اكثر من دوك الخرج الزنقه كنبقى نبكي وكنتنفس وكنجيب طاقه ايجابيه باش نجي نضحك ليا في وجهه ونضحك في وجه وليداتي. ما كنقدرش نشوفه بحال هكايا عامين وهو شاد الفراش عامين وانا كنخرج انا كنجلس في محمد السادس في المسجد ديال محمد السادس كنجلس تمايا ملي وشوش مرات ملي جيت كنعيط عليه في الزنقه وما جاوبنيش وملي سد عليا وكان غادي ينتحر عيطت غير على الجيران هما اللي جاو حلو الباب وهزو جارنا وخرجوا برا معاه عاد الحمد لله. بزاف ديال الحوايج كتخرج الزقة بزاف ديال الحوايج كيجيو البوليس كيسوك بحال المجرمة. هزوني البوليس هزوني البوليس جوج مرات داوني الكوميسارية وكنفزوني في الكوميسارية كيسبو ويعايرو كيقوليك واش هدا ولدك ولا ماشي ولدك. نتوما كيقولك نتوما كثرتو نتوما هادي راه سبحان الله راه كل الظروف ديالو ما يمكنش انا غنخرج انايا الزنقه بوليدة دور بعشر شكون كون ما كنتش محتاجه. انا ما خرجتش لديك الزنقه على ديك ستوب ولا داك باب الجامع ما كنلقاش قسما بالله العلي العظيم كورونا مت بالجوع. انا بالزوج ديالي غير جينا لتحت وداكشي اللي كيطيبو كيجيبو ليا ناكلو. انا ولدت في كورونا ولدت في رمضان ما لقيتش من ناكل
الحمد لله. كنطلب من الناس اذا شافوا هذا الفيديو يتعاونوا معايا، يتعاونوا معايا يتشافى الزوج ديالي لوليداتو، بغيت يتشافى لوليداتو، هادشي اللي بغيت. هوية بريس، نحو إعلام هادف.